نبدأ بتقرير لزميلنا العزيز مراسلنا عبد الله منتصر. فكر في فكرة كده وقال لك أنا عايز أعرف القرى الفلاحين، بس الفلاحين في القرى بقى، مش اللي في البندر ولا اللي في القاهرة، ولا فلاحين في قرى بسيطة جدا، إيه الوعي السياسي اللي عندهم؟ يعني هل الناس دي معزولة خالص عن السياسة وملهاش علاقة بالسياسة، وكل تفكيرها في سعر اللحمة، كيلو اللحمة بقى بكام، وبطاقة التموين، ولا الناس دي عندها وعي وبتتكلم؟ والحقيقة انه أبهرنا انه نزل قرية صنباط التابعة لمركز زفتة محافظة الغربية، تقابل مع الأهالي هناك رجال وسيدات ووظائف كتيرة جدا، مدرس، موجه تربية وتعليم، طالبة في الجامعة، مزارعين، رباط منازل وغيرهم، واتكلم معاهم عن السياسة في القرية. تعالوا نشوف مع بعض أهالينا من الفلاحين من قرية صنباط التابعة لمركز زفتة محافظة الغربية بيتكلموا في السياسة ازاي، وشايفين السياسة ايه، ومدى وعيهم، لانه دايما لما نقول المواطن المصري اصبح لديه وعي حقيقي، مش بالضرورة انه يكون فصيح في اللغة العربية او يتحدث لغات اجنبية، لكن في النهاية بقى عنده وعي كبير جدا، وبقى فاهم ومدرك للي بيحصل في بلده. تعالوا نشوف مع بعض تقرير زميلنا عبد الله منتصر. اتكلمنا عن الوعي السياسي في الريف. عاوز اقول لحضرتك ان الريف النهارده ما بقاش ريف بالشكل القديم، الدنيا اتطورت والعالم بقى اصبح قريه صغيره، اصبح الميديا موجوده في ايد كل واحد النهارده، الفلاح اللي بيسرح الغيط، الست القاعده في البيت، كل واحد معاه وسيله تواصل اجتماعي. اي واحد النهارده في الريف او في اي مكان بيتكلم في السياسه احسن من اللي في المدينه، لان اللي في الريف النهارده عايش الواقع في المدينه وفي الريف. انت ممكن تسمعي نشره اخبار؟ يعني شويه، مش على طول. تهتم باللي بيحصل في البلد؟ بقى بخاف برضه، بزعل على الحاجه اللي بتحصل. لو حاجه وحشه بتزعلي. طب ما اللي بيقولوا ان المراه في الريف اهم حاجه عندها الطبيخ، وان الراجل في الريف الغيط وخلاص ويروح على جنب. ما عادش زي الاول كان كده فعلا. ممكن زوجتك وانت قاعد قدام النشره كده بعد ما رجعت من الارض تناقشك في الاحداث اللي موجوده على الشاشه؟ والله تبع الاحوال، ممكن تتكلم ممكن ما تتكلمش، برضه من شغل البيت تنام. المراه في المدينه زي المراه في القريه، دلوقتي عادت بتهتم بمشاكل بلدها، مشاكل المجتمع الخارجي. ما عادش في فرق بين المرأة في الريف والمرأة في المدينة، وبدليل كمان في الانتخابات الرئاسية الفترة اللي فاتت المرأة نزلت بكثافة وبإقبال أكتر من الرجال كمان. بيقولوا إن الناس في القرية ما بتهتمش بالسياسة ولا تعرف أي حاجة. ليه زي بقى كلنا بنهتم؟ من ساعة الثورة دي ما قامت وكل بيفهم في السياسة وبالأخص الأرياف. وعي سياسي بالنسبة أكتر من القاهرة، بقى أكتر من القاهريين. عندنا أكتر من 100 حزب محدش يعرف أسمائها ومنفصلين تماما عن الواقع. الناس دي تنزل للريف، تنزل، الا ان الريف فيه مثقفين عاقلين جدا جدا جدا، لكن احنا عايزين نمشي على تون واحد ما يبقاش فيه نشاز. السادات من ميت ابو كوم، عبد الناصر من بني مر، ما هو كلهم ارياف. انت يعني هو الارياف ايه؟ ما هو كل الناس الساسه الكبار طالعين من الارياف. المراه في الريف دلوقتي اصبحت عندها ثقافه عاليه جدا، تكلم زوجها في كل، في السياسه، في لو في انتخابات بتتكلم فيها، لو فيه في سوريا مثلا الحاجات اللي بتحصل. لا نغيب عن الوعي، لان الامام المغيب هذا لا يعد عنصرا فعالا في المجتمع. شايف ان والدتك بصفه خاصه بتفقه في السياسه او عندها وعي سياسي؟ اكيد طبعا، التلفزيون ما عادش سايب اي حاجه والاخبار شغاله على طول. يعني ممكن والدتك ووالدك يقعدوا قدام التلفزيون يسمعوا نشره؟ ده بابا قاعد على النشره على طول. ووالدتك بتعمل ايه لو دخلوا لقيتوا قاعد على النشره؟ ممكن تناقشوا في اي حاجه من اللي حاصله؟ لو سامعه اخبار او حاجه مزعلاه قدام التلفزيون اكيد بتساله وبيتناقشوا في اخبار البلد. شايف ان ده حق زوجتك واولادك عليك انك تقعد معاهم وتتكلم؟ هو ما فهمتش عيالي يبقى خلاص، يبقى الحياه منتهيه. لازم اعرف ابني ازاي، هات جورنال اقرا شوف، اسمع برامج، اسمع قنوات، استاذ بيتكلم اسمع منه، مش اي واحد بيهيص هيص ورا منه.